السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنتحدث فيها حول اخر المستجدات العسكريه في محافظه الجوف والتقدم الذي حققه الجيش الوطني هناك، حيث وصف المتحدث باسم الجيش الوطني العميد ركن عبد مجلي التقدم العسكري الذي حققته قوات الجيش المسنوده بالمقاومه والتحالف العربي في محافظه الجوف، وصفها بالهام والحاسم هذا التقدم. وقال العميد مجلي في تصريح نقله المركز الإعلامي للجيش، قال إن الحوثي في حالة تقهقر وانهيار تام بعد تكبد ميليشياته خسائر فادحة خلال المعارك الأخيرة بمديرية خبوة الشعف. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما أهمية التقدم الذي حققه الجيش في محافظة الجوف، وهل سيستمر الجيش في تكثيف هجماته على مواقع الميليشيا في كافة المناطق؟ أعلن الجيش الوطني سيطرته على موقع استراتيجي في مديرية المتون بمحافظة الجوف. أشار مصدر عسكري إلى أن الجيش تمكن من السيطرة على جبل القعيطة في سلسلة جبال حام، لافتا إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات خلال المواجهات. مشاهدينا، قبل النقاش نذهب سويا لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. معارك الجيش الوطني تحقق أهدافها في الجوف. لم يبقى في أيدي ميليشيا الحوثي الانقلابية سوى 5% من إجمالي مساحة مديرية خبوة الشعف كبرى مديريات المحافظة، إنجاز تحقق بعد معارك ضارية خاضها الجيش الوطني في هذه الجبهة في طريقه لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف. هذه المديرية التي كبد الجيش الوطني الميليشيات الانقلابية الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، ولاذ بالفرار أمام تقدم الجيش الوطني. القيادة العليا للجيش كانت في موقع الحدث، فقد زار رئيس هيئة الأركان العامة اللواء طاهر العقيلي رفقة محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي مواقع الجيش في جبهة خبوة الشعف، مطلعا على سير المعارك في هذه الجبهة. قول من هنا نخطو إلى صعدة وإلى مران بإذن الله. بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. إعلام القوات المسلحة تحدث عن تعرض رئيس هيئة الأركان لإصابات طفيفة في ساقه اليمنى نتيجة انفجار لغم أرضي في المهاشمة، مما تبقى من الألغام التي زرعتها الميليشيا الإنقلابية في هذه الجبهة. وعلى إثر هزائمها المتلاحقة في أهم جبهة بالجوف، نفذت الميليشيا هجوماً فاشلاً على مواقع الجيش الوطني في جبهة حام التابعة لمديرية المتون غرب المحافظة، في محاولة لإحكام السيطرة على هذه السلسلة الجبلية التي تشرف على مركز محافظة الجوف. لكن الجيش الوطني صد الهجوم وتمكن من تحرير جبل القعيطة الذي يعلو سلسلة جبل حام الاستراتيجية. ويقول الجيش إن هذا التقدم سيسهل السيطرة على بقية السلسلة الجبلية والتي تتحكم بشكل تلقائي على المديريات الجنوبية الغربية لهذه المحافظة. طيران التحالف العربي شن غارة على إمدادات تابعة للحوثيين في جبهة حام، وشن غارة أخرى على سيارة عسكرية رصدت إلى الجنوب من منطقة اليتمة. معارك الساعات الأخيرة في الجوف تشير إلى تحول جوهري في سير العمليات العسكرية في هذه المحافظة على ضوء الانتصارات المتلاحقة التي ستنهي تواجد الميليشيا في واحدة من أهم الجبهات إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء. إذن مشاهدينا، نستهل النقاش وينضم إلينا من محافظة الجوف العميد عبد الله المخلافي قائد اللواء 22 مشاة. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك سيادة العميد، يعني في البداية لو تحدثنا عن آخر المستجدات الميدانية اليوم في محافظة الجوف. أولا نشكر قناة بلقيس وكل العاملين عليها لمتابعتكم المستمرة للأحداث وسير المعارك في كل الجبهات. أهلا بك سيادة العميد. أخي العزيز، في اليومين المقربين تم القضاء على أغلب الميليشيات الذين يستغلهم الانقلابيون بمعيشتهم، وتم إسقاط كما ذكر في التقرير موقع قعيطة الذي كان في هجوم فاشل
وانا واتجهنا الى نعم. إذن مشاهدينا يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا قائد اللواء 22 مشاه العميد عبد الله المخلافي. سنذهب للعميد عبد الله الضاوي قائد اللواء 127 مشاه من محافظة الجوف، سينضم إلينا من هناك. سيادة العميد مساء الخير. مساء الخير والعافية. أهلا بك سيادة العميد، يعني الأخبار تتحدث عن تقدم لقوات الجيش الوطني، ما هي الأهمية الميدانية والاستراتيجية لهذه المناطق التي حررها الجيش؟ مرحبا بك أخي وبقناة بلقيس وبالأخوة المشاهدين. أهلا بك سيادة العميد. الخطوات التي قام بها الأيام الأخيرة الجيش الوطني في محافظة الجوف والمنطقة السادسة بشكل عام، كما رأيت وسمعت عن تقدم قوات المنطقة السادسة أولا في مديرية خب الشعب الذي لم يبقى منها إلا 5%، نعم. إن شاء الله التحرير الكامل إذا لم يكن في الساعات القادمة في الأيام القليلة القادمة. كذلك ما حدث أمس من تقل القتل وهجوم يعمل الميليشيات العرب الحوثي على مرتفع جبل قعيطة الذي يعتلي سلسلة جبل حام، وكان الرد القاسم من قبل أبطال الجيش الوطني، نعم. ولعلكم سمعتم أو رأيتم ما خلفه العدو من أشلاء لميليشياته وما لا حفظ له من هزيمة ضربه فيها الجيش الوطني وألحق به الهزيمة الكافحة. وإن شاء الله نحن مستمرون في إلحاق الهزائم تلو الهزائم، والنصر لجيشنا وشعبنا قادما بإذن الله تعالى. نعم، إذن بإذن الله سيادة العميد، لكن ابقى معي سأعود إليك لاحقا. أذهب لي ضيفي العميد عبد الله المخلافي قائد اللواء 22 مشاة. سيادة العميد، انقطع الاتصال منذ قليل ونحن نتحدث عن آخر المستجدات الميدانية في محافظة الجوف، أين وصل الجيش اليوم؟ العظيم منك يا أخي، أخي العزيز، هناك تقدم للجيش في عدة جبهات في محافظة الجوف، في جبهة الخنجر، نعم، وجبهة حام خلال الأربع أيام الماضية. وتقدم الجيش من عدة محاور وحرر الكثير من المناطق والمواقع، أبرزها مجمع الليطمة بمديرية خب الشعب شمال شرق محافظة الجوف، وشنت عملية هجومية واسعة على مرحلتين، حيث استطاعت في المرحلة الأولى التقدم من جهة الخنجر شمال شرق المحافظة، نعم. ومن جهة الأجاشر وصلت إلى جبل الجامع والكدن وقرن شيبة وجبل العرفاء ومعسكر الحجر. وفي المرحلة الثانية تم تحرير مجمع الليطمة بالكامل من ميليشيات الحوثي الانقلابية، نعم. وخلال اليومين الماضيين حاول العدو بأن يفتح جبهة جديدة في جبل حام، بالتحديد جبل قعيطة، من أجل أن يغطي ما حدث له من هزائم في جبهة الليطمة. ولكن كما لاحظتم في التقرير أنه تم دحر الميليشيات وتفر الهاربين وتركوا جثثهم وأشلاءهم في الجبال وتركوا أسلحتهم التي واستولينا على جميع أسلحتهم، التي حتى أسلحتهم الشخصية تركوها ولازم الفرار غير الشهداء. نعم، طيب سيادة العميد، ما هي أبرز المناطق المتبقية في محافظة الجوف التي لم تحرر؟ ويعني بتحريرها ستكون محافظة الجوف معلنة كمحافظة محررة بشكل كامل. كما سمعتم أخي العزيز، المناطق التي تم تحريرها
في محافظة الجوف حوالي 90%، لأن مديرية خب الشعب تشمل حوالي 82% من محافظة الجوف، وتعتبر أكبر مديرية في محافظة الجوف وأهم مديرية، كونها تسيطر تطل على الخط الدولي الرابط بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. نعم. ولم يتبقى لنا في هذا الخط إلا تواجدات العقبة وسوق الطلوس، وإن شاء الله عندما يتم السيطرة على جبل العقبة وسوق الطلوس سوف يتم فتح فتح الخط الدولي بالكامل، وعندما يتم فتح الخط الدولي بالكامل سوف تسهل على الجيش الوطني التعزيزات التي كانت تدخل عبر المملكة العربية السعودية إلى البقع وإلى اليتمة، سوف تصل عليه المهام بحوالي 80 كيلو فقط من الجمهورية اليمنية حتى يتم وصول التعزيزات الجيش الوطني إلى اليتمة وإلى البقعة لتحرير محافظة صعدة. نعم. ولم يتبقى في محافظة الجوف سوى المطمة يعني أصغر مديريتين، وتعتبر المطمة ونحن مطلين من جبل حام على هذه المواقع التي بعد ما حررنا الربطة، ما سمعتم جزء من جبل الربطة، ونحن مطلين على الجبل الأحمر مشرفين على جبل الزائر، ولم يتبقى إلى منطقة حرب سفيان سوى 35 كيلو فقط، وإن شاء الله سوف تسمعون في القريب العاجل دحر الميليشيات الحوثية التهنوتية من محافظة الجوف بالكامل. المناطق الاستراتيجية التي هي في محافظة الجوف تم السيطرة عليها، ولم يبقى إلا مديريات بسيطة إن شاء الله سوف يتم السيطرة عليها في الأيام القادمة بإذن الله. إذن سيادة العميد تكرم بالبقاء معي، أذهب للعميد عبد الله الضاوي قائد اللواء 127 مشاة. سيادة العميد، يعني لو أنت أيضا تطلعنا عن آخر المناطق التي يعني بتحريرها ستكون محافظة الجوف محررة بشكل كامل. سيادة العميد هل تسمعني؟ العميد عبد الله الضاوي هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالعميد عبد الله الضاوي، ريثما يعود أعود لضيفي العميد عبد الله المخلافي قائد اللواء 22 مشاة. سيادة العميد، يعني ماذا بعد تحرير محافظة الجوف؟ كما ذكرنا لكم أخي العزيز، بعد تحرير محافظة الجوف سوف يتم توجد هناك جبهة في اليتمة وجبهة في البقع وجبهة هنا في مناطق حام وجبهة في جبهة الغيل. جبهة الغيل هذه سوف تكون الرابط بين محافظة صنعاء وهي منطقة أرحب، الخط الذي يؤدي إلى جامعة أرحب، وجبل حام التي سوف تؤدي إلى منطقة حرب سفيان. كما ذكرنا لكم سابقا أنه لا يوجد حوالي 30 أو 35 كيلو فقط، وإن شاء الله سوف يتم المرحلة الثانية، وقد عدت خطط سوف يتم المرحلة الثانية الانتقال إلى منطقة حرب سفيان، وسوف تلتحم الجبهة من الغيل مع إخواننا في المنطقة السابعة في نهم. نعم، بمعنى أن ما يعني العملية ما ذكرته هذا وفق خطة عسكرية متكاملة، وأن العملية العسكرية هذه لن تتوقف في تحرير محافظة الجوف وحسب. أخي العزيز، وفق خطة عسكرية متكاملة، ونحن نتكلم من مصدر ثقة بأن أفرادنا وقوات الشرعية جاهزة لدحر الميليشيات الحوثية، وإنما كنا ننتظر الأوامر من القيادة العليا، وعندما عرفنا الآن الأوامر بتطهير محافظة الجمهورية بالكامل كانت هناك عوائق، كانت هناك كما تعرفون أن الميليشيات كانت تستخدم الألغام بشكل قانوني، ونحن كانت بشكل أولى كنا نحافظ على أرواح المواطنين من ضربات المدفعية والقنابل الارتجاجية من أجل فتح الثغرات، لكن الآن بفضل الله ثم بتعاون إخواننا بالتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات ودولة الإمارات الأشقاء، تمت في هذه المرحلة وفي هذه الأيام ضربات موجعة
الفرنسيين من قبل الطيران وتقدم في الجبهات، وانتم كما سمعتم في البيضاء وفي نيم وفي جميع محافظات الجمهوريه. نعم، وان شاء الله سوف يكون التحرير قادم باذن الله، والمساله هي مساله وقت فقط بإذن الله. سيادة العميد، وضحت الصورة العميد عبدو عبد الله المخلافي قائد اللواء 22 مشاة، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أو عاد مجددا العميد عبد الله الضاوي قائد اللواء 127 مشاة. سيادة العميد، يعني كنت قد سألتك، يعني لو تضعنا في صورة أبرز المناطق المتبقية في محافظة الجوف والتي لم تحرر حتى اللحظة، وبتحريرها ستكون محافظة الجوف معلنة كمحافظة محررة بالكامل. أهلا وسهلا أريد. المحافظة الجوف كما ذكرت لك من ناحية نسبة الأرض أصبحت يعني أكثر من 90% محررة، بقي من بعض المديريات يعني مثل مديرية الزاهر وجوزة المطمة، هؤلاء الثلاث المديريات طبعا ضربت سمعتوا أن الجيش الوطني يصل إلى مديرة برد العنان وسيطر على أجزاء واسعة منها بتحرير هذه الثلاثة المديريات. إن شاء الله ستنتقل المعركة إلى عمران وصنعاء وكذلك إلى طعدة من ناحية برد إلى آل سالم. طبعا عزائم الرجال تشتد أكثر، و كان عام 2017 هو عام استنزاف الميليشيات، وعام 2018 هو حتم المعركة مع هذه الميليشيات كما تسمعوا بدعم القيادة السياسية وبدعم دول التحالف قيادة المملكة العربية السعودية. يتلقى العدو ضربات موجعة في كل الجبهات، في كل جبهات الوطن. كان بالعام الماضي كما يصنفون مقاتلينهم بالزنابيل والقناديل، الآن تم اصطياد قيادات عليا منهم وكبيرة سواء بالجبهات أو في المناطق التي يختبئون فيها. إن شاء الله سيكون بل النص الأول من 2018 هو عام تحرير الوطن من هذه الميليشيات، من هذه الميليشيات الإجرامية التي عاثت في بلادنا فسادا وسوءا لم يشهد له التاريخ مثيل. نعم، لكن سيادة العميد يعني المناطق نعم سيادة العميد، لكن وضحت الفكرة سيادة العميد، لكن المناطق المتبقية التي ذكرتها، يعني ما حجم القوة التي تمتلكها الميليشيا في هذه المناطق؟ بمعنى هل هذه المناطق يعني ستكون مرحلة صعبة أمام الجيش الوطني، أم أنها يعني بسيطة وسيتم تحريرها بشكل سريع؟ لا، الإمكانيات التي تمتلكها الميليشيات دعني أصدق القول أنها تمتلك إمكانيات كبيرة جدا، لكن العزيمة أصبحت منهارة عندها، لا يمتلك القوة البشرية التي تواجه بهذا السلاح أو بهذه الإمكانيات عكس ما يملكه أبطالنا في الجيش الوطني وقرار قيادتنا السياسية ودعم أخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لأنه عدالة قضيتنا هي الحافز وهي التي تقوي عزائم الأبطال. نعم، لتحرير ما تبقى من الوطن قريبا إن شاء الله. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيادة العميد عبد الله الضاوي. سأذهب لأرحب بضيفنا الآخر العميد ركن طاهر شمسان رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة. سيادة العميد طاهر، مرحبا بك ومساء الخير. حياك الله يا أخي ومرحبا بكم من قناة بلقيس القناة الرائدة في الجمهورية اليمنية والقناة القناة الثورة. أهلا بك سيادة العميد، يعني لو بدأنا من الحديث عن الدعم والإسناد الذي تتلقاه قوات الجيش الوطني في معارك تحرير الجوف، وما حجم الإسناد؟ طيب معك العميد طه شمسان. إذن سيتم تصحيح العميد طه شمسان، مرحبا بك تفضل. حياك الله. طبعا الإمكانيات التي يمتلكها العدو إمكانيات كبيرة جدا مقارنة بما يمتلكه الجيش، استولوا على إمكانية دولة،
امكانيات الجمهوريه اليمنية كلها مع الميليشيات الانقلابيه، لكن المقارنه لا يعني المقارنه كبيره من حيث العده المعنويه. نعم. كبيرة وهي الفارق ما بين قواتنا وقوات العدو. نحن طبعا عندنا إمكانيات تشكر دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية زعامة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز رحمه الله وكذلك دولة الإمارات. الدعم دعم سخي لكن لا يرتقي الى الامكانيات المتواجده لدى العدو. امكانيات كبيره، امكانيات دوله، لكن زي ما قلنا عن المعلوميات ومقام الشعب هي التي في الرمق الاخير باذن الله وفي الايام القليله القادمه يعني ستتحقق قواتنا المسلحه نعم. إذن يعني يبدو أننا نواجه مشكلة في سماع العميد ركن طه شمسان، سنعود الاتصال بالعميد طه مجددا. أذهب لضيفي الآخر العميد عبد الله الضاوي قائد اللواء 127 مشاة. يعني سيادة اللواء بسؤال أخير هنا، ما كم هي المدة التي يمكن من خلالها تحرير أو إعلان محافظة الجوف محررة بالكامل؟ أخي الكريم أنا كما قلت لك أنه نرى النصر قريب إن شاء الله، لكن لا أستطيع أن أجزم في بالمدة الزمنية بالتحديد، ولكن نحن مستمرين، لن تتوقف عجلة الحسم والمعركة حتى يتم خصوصا في هذه الأيام حتى يتم حسم المعركة وتحرير كامل محافظة الجو، ثم يتم الترتيب مؤخرا لاستكمال تحرير محافظة عمران وكذلك صنعاء إن شاء الله حسب الخطة الموضوعة من قبل القيادة العسكرية والمصدق عليها من القيادة السياسية. إن شاء الله سترى ذلك النصر قريب والتحرير قريب إن شاء الله، هذا بالنسبة لمحافظة الجوف وكذلك لما بعدها الانطلاق إلى عمران وإلى صنعاء. نعم. لو تحدثنا عن أبرز العوائق التي تواجهها قوات الجيش الوطني. أبرز العوائق أخي الكريم هي كثافة الألغام الذي موجودة في بعض المناطق وخصوصا الرملية وكذلك الوديان، هذه شبه مبلطة بلاط أقول، لكن هذه لن تقض من عزائمنا ولن توقفنا. هناك بعض الامكانيات ان شاء الله وصلت من قبل الاخوه التحالف، سيتم التعامل بها مع هذه الالغام وكذلك الدعم الذي وصل بعد يعني طبعا بعد ان يمكن الله عز وجل دعم الاشقاء من التحالف ينبع وسنستخدمه لحسم المعركه قريبا باذن الله عز وجل. نعم. اذا وضحت الصوره العميد عبد الله الضاوي قائد اللواء 127 مشاه، كنت معنا من محافظه الجوف، شكرا جزيلا لك. اذهبوا لضيفي الاخر العميد ركن طه شمسان رئيس عمليات المنطقه العسكريه السادسه. سياده العميد، يعني لو تضعنا انت في صوره الاهم العوائق التي يعانيها الجيش الوطني في معركه الجوف. طبعا نشكركم الاخوه في قناه بلقيس، وبالنسبه للمعوقه المنطقه العسكريه السادسه لان قويات قواتنا المسلحه الجيش الوطني والمقاومه معنويات كبيره وهو الاساس، لان المعنويات تتمثل 80% برغم شحه الامكانيات يعني المقارنه بما يمتلكه العدو. الميليشيات الانقلابيه امتلكت امكانيات الدوله. وبالنسبة للجيش الوطني طبعا نشكر قوات التحالف دور الكبير في دعم الجيش الوطني وفي مقدمة المملكة العربية السعودية بزعامة الملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الأشقاء العربية الذين لهم الدور الكبير في الدعم.
لكن الدعم نحن المطلوب يعني المزيد من الدعم لكي نحقق أهدافنا بإذن الله بأقرب وقت ممكن بإذن الله. الميليشيات منهارة كبيرة جدا برغم الإمكانيات التي تمتلكها وبرغم الأنغام التي زرعتها في كل الجبهات من الخنجر إلى صبرين إلى مصروب الغيل وكل الجبهات زرعت آلاف من الألغام، لكن هذه الألغام لم تعيق تقدم قواتنا لتمتع بمنعوت كبيرة جدا. نعم، إذن سيادة العميد ما هي توقعاتكم للأيام القادمة؟ هل سيستمر تقدم القوات أم أنها ستتوقف في مرحلة معينة بناء على الدعم المقدم؟ لا، القوات المسلحة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل الجبهات إن شاء الله تشهد الجمهورية اليمنية تقدمات كبيرة وستكون ما يكون قريبا جدا. الميليشيات في محافظة الجوف وفي كل المحافظات منهارة. طبعا القوات والجيش الوطني الآن 90% بعد ما تم السيطرة أخيرا على مديرية خبو الشعف التي تمثل 2 محافظة الجوف، ولم يتبقى الميليشيات إلا 10%، وإن شاء الله بإذن الله بالأيام القادمة سيتم تحرير محافظة الجوف وستنتقل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المرحلة القادمة في المحافظات المحادة للجوف وهي محافظة عمران وصعدة وكذلك محافظة صنعاء، وهي التي تشكل البؤر للميليشيات الانقلابية. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا العميد ركن طه شمسان رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، كنت معنا من محافظة الجوف. وفي الختام مشاهدينا أشكر أيضا ضيوفي العميد ركن عبد الله المخلافي قائد اللواء 22 مشاة، كان معنا أيضا من محافظة الجوف. والشكر أيضا للعميد عبد الله الضاوي قائد اللواء 127 مشاة، كان أيضا معنا من الجوف. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.